إذن ما زلنا مشاهدين معكم في استوديو الآن على شاشة إكسترا نيوز، حيث أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يانكوفيتش أن تضرب في الأرقام الخاصة بالأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية وعدم إجراء الإصلاحات اللازمة حتى الآن يضعف من موقف لبنان خلال المفاوضات التي يجريها مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على مساعدة مالية. وقال المنسق الأممي في تصريح اليوم إن الأرقام المختلفة التي قدمتها كل من الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي حول الخسائر، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في التعيينات في السلطة القضائية وغيرها من التعيينات الشاغرة وتأخير في إصلاح قطاع الكهرباء، كلها عوامل تضعف موقف لبنان في المناقشات مع صندوق النقد الدولي. معنا من بيروت السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي، بعد تحية لك أستاذ جورج. إذن المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يقول إنه التضارب في الأرقام الخاصة بالأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية، عدم إجراء إصلاحات لازمة، كل هذا يضعف من موقف لبنان خلال مفاوضاتها التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي. إذن إلى أين يتجه الوضع؟ بكل اسف ان ما قاله منسق الامم المتحده تم ترداده منذ اشهر من قبل الكثير من اللبنانيين بضروره توحيد الارقام اكان بين مصرف المركزي في لبنان او بين وزاره المال او بين جمعيه المصارف. هذا عمل ضعف. ثانيا بما يتعلق بالاصلاحات، ان مساله الاصلاحات اصبحت يعني منذ مؤتمر صادر منذ نحو سنتين، والدول المانحة كانت تصر على ضرورة إجراء الإصلاحات قبل وضع أي مساعدة للبنان، وهذا الأمر تكرر. نحن على عتبة أكثر من 100 يوم من هذه الحكومة التي قيل أنها حكومة انقراضية، حكومة مستقلين، لم يأخذوا أي خطوة إصلاحية حتى الساعة، لا خطوات إصلاحية، وهذا عامل سيء جدا. لبنان في المجهول، وكل يوم تأخير يكبدنا المزيد من الضرر ومن الخسائر الاجتماعية والمالية والاقتصادية. نعم. هناك إصلاحات ملحة جدا، عوض القيام بالإصلاحات نحن نجد هذا الفريق السياسي يقوم بتناتش الخصص فيما بينه، أكان بما يتعلق بالتعيينات أو أكان بما يتعلق بمسألة معامل الكهرباء وما جرى منذ أسبوعين في مجلس الوزراء، حيث عمدوا إلى التصويت وتشنج الجو، ويقال أن رئيس الجمهورية سوف يستعمل صلاحياته من أجل إعادة النظر بالقرار المتعلق بمعامل الكهرباء. طيب، يعني هذه التعيينات في السلطة القضائية وغيرها من التعيينات، ما الذي يعوقها سيد جورج؟ يعوقها الذهنية الزبائنية والمخاطصة التي تحكمت، التي مارستها هذه الطبقة منذ زمن. يعني بكل أسف أن النظام السوري لدى سيطرته واحتلاله لبنان في مطلع التسعينيات بعد انتهاء الحرب العسكرية والانتقال إلى اتفاق الصافي، تمكن من فرض منظومة وجراه بها الكثير من الطبقة اللبنانية الحاكمة، مما جعل نسبة الفساد والزبائنية التفشي في لبنان والمخاصصة. اليوم هناك سابقة قانونية، لأن القانون اللبناني واضح ما يتعلق بالتعيينات القضائية. هناك مجلس قضاء أعلى في لبنان عليه أن يرفع التشكيلات إلى وزيرة العدل. وزيرة العدل يحق لها فقط لمرة واحدة أن تعيدها إلى مجلس القضاء الأعلى. إن كررت طلب مجلس القضاء الأعلى وصوت بكل الأصوات، تصبح ملزم أن السير بهذه التعيينات. لقد ابتكر العهد مسألة جديدة، أنه قسم التعيينات بين المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية، وهذه السابقة في لبنان، في محاولة للالتفاف ومحاولة لعرقلة هذه التعيينات. كما أن التعيينات متعلقة بمصرف لبنان، وهي مسألة حيوية جدا، لأن حاكم مصرف لبنان جميع نوابه، وهناك مواقع كثيرة
وهذه المواقع شاغرة لم يتمكنوا من تعيينها بسبب المخاصصات السياسية، ليس فقط الطائفية، لأن المسألة هي سياسية طائفية، وهذا يؤكد سوء النية أو سوء الإدارة أو أنه أو أن هذه الحكومة ليست سوى نفسها، ليست سوى يعني حكومة مستنسخة عن سابقاتها فيما يتعلق بزهنية التعاطي وفقدان نمط المؤسسات للعمل. كل هذا كيف يؤثر على الوضع في الشارع اللبناني؟ صراحة أن الجميع ينتظر أن يعود الشارع اللبناني. المسألة معقدة جدا لأن طبيعة الشارع اللبناني، المجتمع اللبناني، المجتمع اللبناني هو مجتمع مركب من حيث تكوينه، يعني في لبنان طبيعة التكوين هي طائفية، إلى جانب التكوين الحزبي، إلى جانب الفروقات الطبقية. هذا التنوع يعني يصعب من مسألة توحيد الجهود والصفوف ما يتعلق بثورة 17 تشرين. المطلوب اليوم أن تحدد هذه الثورة أهدافها بشكل منطقي وعقلاني، أن تكون أهداف عملية. على سبيل المثال مسألة إجراء انتخابات مبكرة هي هدف يمكن الإجماع عليه. مسألة إلغاء قيام الدولة المدنية سوف تخلق مشاكل مع بعض الأطراف. لذا على هذه الثورة أن تحدد أهداف يمكن تحقيقها في المرحلة الأولى من أجل أن تنطلق أكثر. أضف إلى ذلك الشيء المهم والأساسي هو الضغط على القضاء اللبناني. اليوم المسؤولية تقع على عاتق القضاء اللبناني، عليه هو أن يسور، عليه أن يعيش انتفاضته وأن يكون قدوة، لأن هناك العديد من ملفات الفساد التي هي أصبحت في الداولة وفي العلن، والمطلوب جرأة وعدم خوف في مقاربتها. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي.